ايه اللي استفدت بقى العظيم؟ توكلت عليه. واسألك زواجي بموكلتك. الآنسة قلبك الرشيد. مقبل زواجك من وكيلتي الآنسة البكر الرشيد. الآنسة البكر الرشيد. زواج سليم شرعا وقانونا. شرعا وقانونا لأن الشرع اكتملت شروط صحة عقد النكاح، وقانونا تم توثيقه في وثيقة رسمية تسجل وتقيد في المحكمة والأحوال المدنية. ايه المشكلة اللي ممكن يتعرض لها؟ ده سؤال. وقفوا عن العمل وعزله.